صباح الخير عن جديد تاشا، أنا موجودة بعدنا بمرمخايل. مثل مرحبا. ما قلت لك إنه الصورة قبل ما كان ضابطة لقدر فرجيكم الحالة المأساوية عن جد اللي عم بيعيشوها أهالي مرمخايل وشارع فرعون بالتحديد، يلي مجمعين بعضهم هون يعني ليقولوا الصرخة الكبيرة اللي عندهم إياها ببيوتهم بمنازلهم. يعني مثل ما عم نشوف أول شيء تاشا إنه بعدهم عايشين بحالة مش مقبولة. يعني نحن بنعرف انه صار قاطع 3 اشهر على الانفجار، بنعرف قد ايه الاضرار كانت كبيره، بس مش مقبول نكون بعدنا لليوم عم نشوف شبابيك مفكرين بالنايمون بهيدي الحاله. عم بيكونوا الاشخاص عايشين بالبيوت، يعني مثل ما عم الكره عم تبين. بدي احكي هون مع زحمه الجيل، خبريني شوي، كنت عم تقولي لي انه يعني في اشخاص عم بيساعدوكم، عم يتركب شوي زجاج من برا بس الشغل كتير بطيء. اليوم ما قادرين انتم ترجعوا على بيوتكم لترجعوا تناموا هون لانه الحاله ما بتسمح بهذا الشيء، وخاصه مع الشتاء اللي اجى هذا الجمال. اكيد معك حق انه نحن ما بنقدر ننام بالبيت لانه طقطق النايلون ما فيك تلفي، وكتر خيرهم كل ايد مدت العون لنا من البطرقية من شمعيات من كل الجهود، حتى يعني هن انوجدوا لان نحن موجودين. اوكي طيب، بس شو صرختكم اليوم؟ اكيد مشغولين، بس صرخة كمان نحن عم نحكي بعد 3 اشهر انه بعدكم عايشين بلا ازاز، وهذا الشيء اكيد انه مش مقبول. احيانا خلصوا فصلوا بدهم يجوا يركبوا، بس اي متى؟ لان الحاله كثير انه مش نحن واحد، ما في كذا بنيه الازاز عندها رايح والنايلون وكذا، بس كتر خيرهم ماشي بحث. نحن يعني قابلين بكل شيء عم يعملوا لنا اياه. يعني ساشا، يمكن هيدي النفسيه اللي تعودوا عليها اللبنانيه، يمكن ما بظهر نتعودوا ولا عودونا انه دائما نقول معلي، دائما نرجع نقوم ونظبط نحن شوي الامور اللي هن خربوها، ونرجع نقول الحمد لله وكثر خير الله وهيك، بالوقت اللي عن جد الحاله الموجودين فيها هي هون يمكن اشخاص غيرين اخرين بغير بلاد ما كانوا بيقبلوا يكونوا عايشين يومين ثلاثه بهيدي الحاله. نحن عم نحكي بعد 3 اشهر من الانفجار، بعض الاشخاص عندها امل وبعض الاشخاص بتقول وعدونا وما بدنا نحكي بالعاطي اللي عن حدا. وهون كمان يمكن من خوف السكان على انه الجمعيات اللي عم تشتغل او الاشخاص اللي عم يشتغلوا بالمنطقه معينه يوقفوا لهم شغلهم او يبطلوا يكملوا الشغل اللي هن بلشوا فيه. كمان معي هون شباب من الحي سكان مانفايت، خبروني شوي شو صرختكم اليوم؟ صرختنا اليومي هلا كابتن خير مثل ما قلت من برا عم يعمل، اوكي. طب الخراب اللي جوا ما انتم عم تشوفوا هلا لو تبرموا بالبيوت، خراب جوا. خلينا نحن وعم نحكي نعمل شوي برمتنا على البيوت. لفرجيكم الاشياء بتصوروا جاب الكهرباء، جاب الكهرباء ملزقه للكهرباء انه بده يجي يقبض، هذا البيت فيك تصوروا من جوا. يا عيب الشوم علي، يا عيب الشوم علي. مش في مسكونة، هو هي مسكين أشخاص فعلا كانوا عايشين هون ساكنين بيوتهم لأنه بعيد عنا هيدا الحالة. هيدا الشيء اللي كنت عم بحكي عنه، خبرنا عنه. هيدا البيت هلا برضه مش جوا شغل، اوكي من برا اذا شفتوه براوة. لا وين روعة؟ ما فيش بالبيت. فرضا فرضا، بس في عندي شكل انا، جيش اجى جماعة الماضي، طبعا هذا الكلام مش الموجود، جيش بده ينفذ اوامر. منطقة برج حمود أشرف في كارانتينا، وين ما كان اندفع مصاري نقد. ليه نحن منطقتنا بيقولوا لنا بملزات، بما انه الجمعية اتعمرت ما بيطلع لكم شيء هلا. طيب نحن الخراب جوا مين بيعطينا؟ مين؟ كيف نرجع نفرش بيوتنا تنقعد فيها مثل خلق؟ كيف؟ ليه ناس بعسل ناس بسمنة وناس بزيت؟ ليه؟ كنت عم بتقولي انه حتى المبالغ يلي عم تتقدم من الجيش اللبناني هي مبالغ كثير، يمكن اليوم على السرقه بتاعت يعني 5 دولار هي ما بتظبط شباك. يعني ما بيعملوا شيء، هي ما بيعملوا شيء، يقولوا لنا انه ما بيطلع لكم، بيطلع لكم. عم نحكي مع الضباط مشهورين، يمكن دفعه ثانيه بدي اتوجه لقائد الجيش، بدي اقول له انت انسان شريف وادمي وحقاوي، بقى هيدا الحي اللي صار الأسنسابية مش مقبول، مش مقبول. نحن عم نتوجه لك مباشرة عبر نيو تي في، ومنحبك ونحن معروفين انه
كل قلبنا ودميتنا للجيش اللبناني، بس اللي عم بيصير هون مش مقبول. بدي اتوجه لرئيس الجمهورية، انت قلت لنا انه كل واحد بيوصل حقه وكل واحد بيقبض حقه وبياخذ حقه. شارع فرعون ورباط وما بعرف اللي عم بيجي عم بيقولوا انت بتقبض انت ما بتقبض، وناس عاملين الامنيويات من الجمعيات وعم بيقبض وناس ما عم تقبض، مش مقبولة هيدا الشيء اللي عم يصير اتجاه الاهالي المنطقة. بقى القصة بعهدكم شوفوا شو بدنا نعمل. يعني للأسف ساشا هيدا هي الصورة هون بمن خايل، وهيدا هو صرفة السكان هيدا الحي، يعني محتارين، يعني بيسألوا بعضهم أوقات ليه جاري كان بالطابق الثاني عم بيساعدوه، بالطابق اللي فوق ما بيوصل له ولا أي مساعدة. من ميلة بيشكروا الجمعيات أكيد، اللي احنا كمان بدورنا بنشكرهم على العمل عم بيقوموا فيه، بس ما في شك إنه العمل بطيء، ما في شك إنه يمكن شباك أو باب ببناية مؤلفة من 6 طوابق ما بيأدي، بعد في كتير أشخاص مشردين، بعد في كتير سكان ما قادرين يعيشوا ببيوتهم، ما عدا الأشخاص اللي عم يضطروا يعيشوا ببيوتهم تحت هيدي الظروف الصعبة مع الشتاء والمي وكل ما يأتي من ذلك. بقى على أمل إنه تكون صرفتهم اليوم تقدر توصل لأكبر عدد من المسؤولين. يعني بعدنا بنتأمل إنه يكون في حدا عنده ضمير ويجي يعمل برمي على هالشقق هون وعلى هالبيوت ويحس الجمعيات اللي مفروض يكون مسؤول، يعني في حدا مسؤول عن تنظيم عمل الجمعيات حتى ومحاسبتهم وملاحقتهم على الأعمال اللي عم بيقوموا فيها. يعني مثل ما نقول دايما إن شاء الله اليوم صرختنا توصل ويتساعدوا هالأشخاص. نعم.